بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من برنامج الأهلي ليلة، واللي بيشرفني فيها الكابتن إسلام معادل نجم النادي الأهلي الأسبق. كابتن إسلام برحب بيك، منورنا ومشرفنا. أهلا بحضرتك يا فندم. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله، كله تمام. بالطبع يمكن خسارة المنتخب وخروجه المبكر من دور ال 16 في كأس الأمم الإفريقية خسارة، عايز أقول خسارة غير متوقعة، نتيجة أن منتخب مصر اسم كبير في البطولات الإفريقية وصاحب الرصيد الأكثر تتويجا بالألقاب القارية، لكن خسارة غريبة. ويمكن أنا عايز أقول للسادة المشاهدين إحنا كده بنرجع لنقطة الصفر من جديد، يعني خرج المنتخب رجعنا لنقطة الصفر من جديد، نحتاج خلال الفترة القادمة إلى إعادة الهيكلة بالشكل الأكثر لاستعادة شكل الكرة المصرية في السنوات القادمة. والنقطة الأهم، الفكرة ليس في اختيار مدير فني جديد للمنتخب أو اختيار شخصيات تدير اتحاد كرة القدم خلال الفترة القادمة، الفكرة الأهم يا كابتن إسلام، وأنا بسألك طبعا في البداية، في الكيفية أو في الشخصيات القادرة على إدارة كرة القدم خلال الفترة القادمة، والاستعانة بمجموعة ناس محترفين لديهم فكر في الإدارة وتطبيق الفكر الاحترافي في إدارة كرة القدم، نظرا إن احنا خلاص حاليا احنا في سنة 2019، فصناعة كرة القدم اختلفت، إدارة كرة القدم في العالم اختلفت، المنظور نفسه للمسؤولين في كرة القدم في العالم كله اختلف. فبالتأكيد وصلنا لمرحلة أو نقطة الصفر، محتاجين للانطلاقة القادمة نفكر بشكل مختلف عما كنا بنفكر في السنوات السابقة. مش مدير فني منتخب هو المسؤول أو لعيبة هي المسؤولة، الفكرة أعمق من كده بكتير، ونحتاج الفترة القادمة إلى تغيير الشكل والكيفية اللي ممكن ندير بيها كرة القدم في مصر خلال الفترة القادمة. تعليق. الحقيقة يعني حضرتك بدأت كلامك بأن هي حاجة خسارة مفاجأة، يعني أنا بالنسبة لي مش مفاجأة، بس خليني قبل ما أقول لك إن هي مفاجأة أو مش مفاجأة، هي صدمة كبيرة. يعني النهاردة أنا ماشي في الشارع الصبح، الحالة المعنوية العامة لدى الشعب المصري في انهيار تام، الناس كلها مكشرة. متخيل إن كرة القدم قد إيه بتسعد الناس وقد إيه بتأثر في الناس، قد إيه مصر كلها كانت ملتفة حوالين المنتخب المصري وحوالين الحدث اللي بيتعمل في مصر، وإحنا كنا مستنيين أكبر من كده بكتير لأسباب كتيرة. الأسباب الكتيرة الأهمها اهتمام الدولة من أول الراجل الكبير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا أبدأ اهتمام كبير جدا وزار المنتخب في الدفاع الجوي وتكلم مع اللعيبة، حتى ظروف اللي احنا خدنا فيها تنظيم البطولة خدناها في ظروف صعبة جدا وكان تحدي كبير جدا. فبالتالي لما الناس الكبيرة تقبل هذا التحدي، الدولة طبعا تقبل التحدي ده وتعين ناس، يعني كابتن محمد فضل يعني اصبح قامه كبيره في الاداره في مصر وكل الناس طبعا، يعني كل الناس طبعا اللي موجوده. فبالتالي لما الناس الكبيره تبقى عملت اللي عليها، دورك بقى في الملعب لازم يبان اكبر من كده بكتير. فبالتالي الزياره دي والاهتمام الكبير ده خلى عبء عليك كبير بقى اكبر، بقيت انت مطالب، انت كده مطالب انك تاخد البطوله لاسباب كتيره، بس بقيت مطالب اكتر نظرا للاهتمام البالغ اللي من الدولة كلها ومن الشعب كله. انا بعتبر دي دفعة معنوية. لا صعب يعني بص، انا لعيب كورة وعارف ان الموضوع ده بيبقى صعب جدا، لان انت بتلعب في ملعبك وسط جمهورك، وبعدين من ضمن الحاجات المهمة جدا ان منتخب مصر اكتر منتخب اخد البطولة في افريقيا، منتخب مصر اكتر منتخب شارك في بطولات افريقيا، منتخب مصر عنده مدير فني اكتر مدير فني اخذ بطولات افريقيا كابتن حسن شحاته، منتخب مصر عنده كابتن احمد حسن وكابتن عصام الحضري اكتر اثنين لعيبه شالوا البطوله 98 و2006 2008 2010، منتخب مصر صاحب اكبر رصيد من عدد الاهداف في بطولات افريقيا، منتخب رصيد في المشاركه، منتخب مصر اكتر بلد نظمت البطوله، منتخب مصر كل البطولات اللي اتنظمت في مصر مصر كسبتها ما عدا 74 الكونغو اخذتها. فبالتالي انت في ضغط عليك جامد جدا، فانت اسم كبير قوي، انت 7000 سنه حضاره، انت دوله عظمى، انت الاول في افريقيا في كل حاجه. شوف انا قلت لحضرتك، شوف احنا سابقين في كل ايه، تنظيم واهداف وبطولات و و و. فبالتالي كل الاسباب دي تخليك ان انت لازم مالكش حل انك تاخد البطوله، وخاصه السنه دي ان عندك كل المقومات، عندك منتخب المفروض ان هم كلهم لعيبه محترفين، عندك جهاز فني المفروض ان هم اختاروا هذا الجهاز بعنايه، الراجل بياخد راتب عالي جدا، الناس كلها ملتفه حواليك، عايز ايه تاني؟ يعني عايز ايه تاني؟ فطبعا كانت صدمه كبيره جدا، لكن الصدمه دي متوقعه. يعني انا ناس كتير سالتني رحت الاستاد، قلت لهم انا احتمال اروح الماتش ده لان ده شكله اخر ماتش لمصر. بص اقول لك على حاجه، المستوى الفني للمنتخب كان بيشير ان ممكن تحصل حاجه زي كده طبعا. بس مش من دور ال 16، مش امام منتخب جنوب افريقيا، انت ممكن لو امام نيجيريا امام الكاميرون توصل سيمي فاينل ده متوقع، لكن الفوز بالبطوله من خلال الرؤيه الفنيه للمنتخب والشكل لا يقول صعب انك تفوز باللقب، لكن من دور ال 16 وامام منتخب جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا لسه
بتغير شكل المنتخب بتاعها، ومدير فني اسكتلندي لسه بيدير الكره في جنوب افريقيا من فتره قريبه، وصعدوا ثالث بفوز حتى بشق الانفس على ناميبيا. يعني حتى جنوب افريقيا كانت رايحه للتعادل مع ناميبيا وخسرت من المغرب. المغرب طول تاريخها ما كسبتش جنوب افريقيا في بطولات افريقيا، كسبتها اول مره يكسبوهم هنا في مصر. ده فيدل ان منتخب جنوب افريقيا يعتبر في اضعف حالاته، او يعني مش في اقوى حالاته على الاقل. تمام، فطبعا هي كارثه كبيره جدا. لكن انا واحد من الناس كنت متوقع اللي حصل امبارح ده ومش متفاجئ، لكن لما دخل فينا الجول الصدمه كانت صعبه، وكان انا مش حاسب، يعني انا حاسبها من قبل المباراه ان وارد جدا ان احنا نخسر المباراه دي، لان احنا لعبنا ماتشات وديه. يعني 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 المباريات الدور الاول مستويات الفرق اللي لعبت معانا مستويات، يعني فرق مشاركاتها كلها مشاركتين ثلاثه ما عدا الكونغو يمكن عندها اكتر عدد مشاركات شويه وعندهم بطوله، يعني فاهم بالظبط كانوا اكتر مننا. لكن احنا شفنا اداء وحش جدا للمنتخب. طول عمر المنتخب كان بيعودنا في البطولات المجمعه ان مستواه بيتصاعد تدريجيا، وده ما كانش بيقلقنا. يعني مع كابتن حسن شحاته قبل كده في البطولات اللي خدها المنتخب، يمكن بدايه وحيده يمكن لما كسبنا ليبيا 3-4، يمكن عشان احنا كنا الفرق كبير قوي بيننا وبين منتخب ليبيا، وكان عندنا فريقين زي الجزائر دلوقتي، كان عندنا فريق اساسي وفريق احتياط، يعني اي حد يقدر يكسب يعني. لكن السمه الرئيسيه لمنتخب مصر ان هو مستواه بيتصاعد تدريجيا في البطوله، فده اللي كان شويه مطمن الناس. ولكن احنا مستوانا لما تصاعد تدريجيا ما بقاش، يعني انا وانا بتفرج على المنتخب مش شايف ايه الطريقه اللي احنا بنلعب بيها. هل احنا بنلعب مثلا دفاع متقدم؟ هل احنا بنلعب هجوم متقدم؟ هل احنا بنلعب مثلا مع كوبر مثلا كنا عارفين ان احنا منتخب دفاعي وبنلعب على الهجمه المرتده وباصل صلاح، تمام. انما هنا ما فيش اي، مش شايف اي ملامح. والغريب بقى بالنسبه لي انا شخصيا ان المدير الفني الاجنبي مهما كان ومهما يتواجد في مصر هو برضو بيبقى غريب على الكوره المصريه، انما المعاونين المصريين بيبقوا عندهم درايه كامله باللاعب المنتخب المصري، كل حاجه تخص اللاعب المصري، عاطفته، مستواه، اداؤه، امتى يبقى كويس، امتى يبقى وحش، ايه اللي يخليه يبقى كويس. كابتن حسن شحاته في البطولات كان بيشغل اغاني وطنيه للاعيبه عشان اللاعب المصري شويه عاطفي، فالموضوع ده بيفرق معاه. انما انا ما حسيتش بدورهم موجود. كابتن احمد ناجي الوحيد اللي تحس بدوره، لان ما شاء الله الشناوي يعني احسن حارس في البطوله وفي كاس العالم مكسر الدنيا ما شاء الله، فالوحيد اللي تحس ان اللي دوره ملموس بالنسبه للشعب المصري كله، والشعب المصري ذواقه وبيفهم في الكوره يعني طبعا. بس لكن ان انا ما احس ان المعاونين ما فيش، يعني معلش انا اسف، تغييرات المدير الفني في الثلاث مباريات في الدور الاول حتى تغييرات امبارح لم تؤتي بثمرها. مفيش دكه اصلا يا اسلام. هات لي تغيير مثلا عمل حاجه، يعني مثلا هات لي تغيير مره من المرات اضاف للفريق في الملعب. ينفع اعمل 12 تغيير في اربع مباريات؟ ال 12 تغيير مفيش تغيير واحد يبقى مؤثر؟ بل بالعكس، انا امبارح وانا خلاص الماتش فاضل خمس دقائق ولا سبع دقائق بفضي نص ملعب وبلعب وليس سليمان وبطلع النني، فطبعا يعني. طيب قبل ما نخش في التفاصيل الفنيه عايز انوه ان الجزائر انهت الشوط الاول متقدمه على غينيا في شوط اول مثير جدا، كره جزائريه تقدمت بمنتخب جزائري مع جمال بالماضي شكل تاني ولون تاني، هدف مقابل لا شيء لبغداد بونجا ليوسف البليلي في الشوط الاول، طبعا هدف مقابل لا شيء في الشوط الاول. والمباراه السابقه استطاعت مدغشقر ان تحقق كبرى المفاجات بالوصول الى مرحله الدور ربع النهائي في اول مشاركه لمدغشقر في بطوله الامم الافريقيه، تصل الى الدور ربع النهائي بعد تخطي الكونغو الديمقراطيه بركلات الجزاء الترجيحيه 4-2 بعد نهايه الوقت الاصلي والاضافي بتعادل ايجابي 2-2. نتائج مثيره ويبدو النهارده المفاجات مش موجوده، يعني هو مدغشقر فوزها على الكونغو مش مفاجاه، لكن وصولها في حد ذاته لدور الثمانيه كاول مشاركه مفاجأة. طبعا مفاجاه كبيره جدا يعني متصدره مجموعتها. انا فرحان طبعا لفوفي جدا، لانه طبعا فرحان له جدا، لان كنت بتكلم معاه قبل البطوله وقلت له اخيرا شفتكم بتلعبوا في افريقيا. قال لي احنا ناخد البطوله بهزار، يعني قال لي احنا ناخد البطوله. طبعا كنا بنضحك وبنهرج، فانا دلوقتي خايف اكلمه لان ده طلع شكله بيتكلم بجد او في سحر السنه دي يعني. لكن البطوله دي يمكن انا كنت في مقابله تلفزيونيه قبل البطوله واتسالت على ان البطوله دي هل هي هيبقى فيها حصان اسود. انا قلت دايما الفكره مش فكره حصان اسود، الفكره فكره البطوله للكبار، لكن الكبار مش بالاسم، الكبير بطموحه باجتهاده بتركيزه بفتره الاعداد اللي عملها كويس. هي من الاخر يعني نجاح اي منظومه ليه عده عناصر، لو العناصر دي متوفره عند حضرتك ما هو مالهاش حل هتنجح. صح، يعني مالهاش حل، فاهم؟ وبعدين يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى قال لك هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، فهي هو ده قانون رباني، فاهم؟ فبالتالي انت لو عملت كل حاجه لو طلعت الخمس سلالم هتوصل للسلم السادس، ما ده طبيعي. فبالتالي لما تتوافر عندك العناصر النجاح
فطبيعي انك تنجح. لكن لما مثلا تعالى عند منتخب مصر اللي كل شويه نجيب سيرته غصب عننا، لكن انت ما كانش كان في عندك عيوب كتير جدا فنيه واداريه، فبالتالي ما نجحتش. فبالتالي بس عندنا تجربه بصراحه اتمنى نستفيد بيها، لان من اول البطوله عمال اقول يا جماعه في دروس مستفاده من البطوله، في تفاصيل صغيره في البطوله لو ركزنا فيها هنلاقي في دروس مستفاده مهمه جدا للمرحله الجايه، ايا كان منتخبنا كان هيعمل ايه. يعني انا بقول الكلام ده والمنتخب لسه في الدور الاول، بس ادي تجربه منتخب مدغشقر، المدير الفني فرنسي بالزبط. كل شغله في فرنسا كان درجه تانية ودرجه ثالثه، راتبه مع الاتحاد المدغشقر حوالي 7000 دولار. اللعيبه اللي اعتمد عليها في المنتخب مدغشقر بيلعبوا في الدوري الدرجه الثانيه والثالثه في فرنسا وفي تركيا وفي تونس. بالظبط. انت بتتكلم في منتخب تكوينه كله ما يكملش حوالي 100000 دولار. ومدير فني ما اشتغلش في افريقيا، بس بقاله 3 سنين مع منتخب مدغشقر بيحضر للبطوله وبيحضر للتصفيات. لا، هي الخطه يعني التخطيط بشكل جيد، استراتيجيه الاتحاد بيحطها في الاخر بتلاقي نتيجه. مش بالزبط. محتاج اسم كبير في المنتخب ولا محتاج اسم مدرب كبير. بالظبط. يعني انا شايف انه احنا فشلنا في كاس الامم الافريقيه، ده كان شيء متوقع بالنسبه لي بعد فشلنا في كاس العالم. هو مش عيب ان احنا نفشل، لكن لما نفشل نصلح. اولى خطوات الاصلاح هو الاعتراف بوجود اخطاء. هل احنا لما خرجنا من كاس العالم اعترفنا ان احنا مخطئين؟ لا، احنا عملنا مؤتمر صحفي. يعني نادرا لما اقعد اتفرج على المؤتمر الصحفي عشان اطلع اشوف الحدث كبير بالنسبه لي. مهم ان انا خرجت من كاس العالم وخرجت بفضيحه، حتى اتغلبت من السعوديه يعني. فمستني اشوف بكل مقاييس. ده قصدي طبعا. بكل مقاييس يعني. فانا مستني اشوف. سمعنا الناس بقى الصحفيين متعصبين، وسمعت المسؤولين بيتكلموا بيحاولوا يهدوا الناس، كل ده حلو، لكن ستيب 2 الخطوه الثانيه ان احنا هنعمل ايه الفتره اللي جايه؟ او الاول هنحدد الاخطاء وهنشتغل عليها ازاي؟ ايه البلان الفتره اللي جايه هنمشي ازاي؟ ما لقيتش ده. يعني لحد النهارده، لحد كاس الامم، ما عرفتش احنا فنيا. انا بتكلم على فنيا، هنمشي ازاي فنيا مع يعني ايه هي استراتيجيه المنتخب؟ يعني انا في وقت من الاوقات سمعت ان المنتخب يعتمد على الشباب، وبعد كده لقيت عبد الله السعيد وليه سليمان في عز تألقه ما خدتوش، وخدته وهو راجع من اصابه. بالظبط. فمش فاهم ايه الاستراتيجيه؟ انت معتمد على مين؟ معتمد على اللعيبه الكبيره ولا معتمد على اللعيبه الشباب؟ طب انت هتلعب بفكره فلسفه، وغير وجهه نظره لما اتقال من الاتحاد عن نظر البطوله لازم يفوز بالبطوله. ما ملهاش حل. فرجع في وجهه نظره. عكس جمال بالماضي. لا، هي دي مشكله بقى في حد ذاتها، ان انت بتبقى جاي مذبذب. انا في مدربين، انا اتعاملت مثلا مع مدربين مثلا مستر باتريس كارتيرون لما كان مدربي في وادي دجله. كان الراجل بيستشير جدا الجهاز الفني وحتى يستشير اللعيبه. يعني في مره من المرات انا ودودو الجباس كنا قاعدين جنبه في مباراه رسميه واحنا الاثنين قاعدين، فجه بيسالنا على حاجه في الملعب كمدير فني. تمام. وبيسمع من اللعيبه وبيسمع من الجهاز وبيسمع من الناس كلها، لكن في الاخر القرار قراره. هو القرار قراره، ويمكن قراره بعكس قرارك تماما. يعني ممكن تقول له كلام يعمل هو في دماغه حاجه ثانيه، هو مقتنع باللي في دماغه اكتر، لكن يحب يسمع وجهات النظر يعني. فبالتالي انت المفروض كمدرب كبير، انت براند، انت بتدرب، جاي احنا جايبينك عشان تمسك منتخب اكتر منتخب حاصل على البطولات في افريقيا. فبالتالي انت المفروض راجل ما يهزكش ريح. يعني ما فيش حد يغير مفهومك. احنا كده كده البطوله جوه بره كنا عايزين ناخدها. يعني احنا بعد غياب، بص احنا ابهرنا العالم كله لما خدنا 2006 2008 2010، ورجعنا ابهرنا العالم كله ان احنا ما شاركناش في ثلاث بطولات اللي بعديهم، ورجعنا ابهرنا العالم كله لما اول بطوله نلعبها بعد غياب وصلنا للفاينل. تمام. فبالتالي انت منتخب كبير قوي، انت منتخب كبير قوي، فبالتالي انت طول الوقت مطالب انك تاخد البطوله. هو ده قدرك يعني. قدر دايما يعني، واحنا في الناشئين النادي الاهلي كان الكابتن مصطفى يونس يقول لنا والمدربين يقولوا لنا انت قدرك انك النادي الاهلي لازم تكسب، فاما تكون او لا تكون. انت موجود في المكان ده، في المكان ده انت لازم تكسب، ما مالكش حل. فانت قدرك انك مصري في افريقيا. تمام. فانت لازم تكسب، ملهاش حل. لازم تاخد بطوله برضه، ملهاش حل. فانت لازم تكون على قد الحدث، على مستوى الحدث. لازم تبقى فاهم انه الدوله كلها والشعب كله والناس كلها التفت حواليك، وانت مسؤول مسؤوليه كامله عن الحاله النفسيه والمعنويه للشعب ده. تمام. تجربه الجزائر، وانا دايما بتكلم على استفاده التجارب، يعني ازاي نستفيد من التجارب اللي موجوده في البطوله. جمال بالماضي يمكن تعاقدوا معاه من حوالي 10 اشهر او من سنه تقريبا يعني. بالظبط. ولما اتكلموا معاه على تجهيز منتخب جزائري والاستعداد للبطوله الافريقيه قال لهم لا، حاسبوني بعد تصفيات كاس العالم 2022. تمام. الهدف بالنسبه لي اصل بالجزائر لكاس العالم 2022. وفي ظرف 10 شهور ما كونش منتخب، تكون منتخبين. بالظبط. واي حد بيجي يقول لك ايه، اصل اللعيبه الجزائريين معظمهم في اوروبا، فسهل انت تجمع التوليفه وتلعب بيهم. خالص. القصه ما كانتش كده. ممكن نستفيد بده ازاي؟ ما اصل احنا رجعنا، انا بعتبر الخساره دي احنا بنرجع من تاني نقطه الصفر. بالظبط. نقطه الصفر دي اتكررت كذا مناسبه قبل كده، مش اول مره على فكره. حقيقي. بس لما بنرجع لنقطه الصفر ما بنطلعش منها صح. ما بنتحركش صح. المره دي رجعنا لنقطه الصفر، فرصه عظيمه ان احنا نتحرك صح. صح. نتحرك صح ازاي؟
يعني تجربه جمال بالماضي كنت بتكلم انا الاستاذ عمر البنوبي قبل ما ندخل. الناس كسبوا تعاطف افريقيا كلها، مش تعاطف العرب ولا المصريين بس، يعني الناس كلها شايفه اداء جيد جدا. يعني سمعت بعض النقاد وبعض المحللين قال لك الجزائر توصل بالفريق الاساسي والفريق الاحتياطي يلعبوا بعض في الفاينل من قوه المنتخب الجزائري. الراجل المباراه الثالثه متقدمه 2-0، يعني دي نتيجه طبيعيه جدا، يعني ممكن يكسبوا 4-5 النهارده. يعني الراجل لعب المباراه الثالثه بتسع لعيبه احتياطيين، مش عارف تفرق، يعني مش عارف تفرق، يعني سليماني اسلام سليماني وتلاقوا بغداد بنجاح، انت عندك يعني عندك اثنين هدافين يعني يكسروا نجم نابولي. نجم نابولي طبعا جاب جولين في المباراه في الشوط الاول، حاجه يعني حاجه تفرح، يعني حاجه. ولسه ياسين ابراهيم ما لعبش البطوله. لا لا لسه مش يعني لسه مش في حساباتنا يعني، تمام. وراد محرز طبعا، لا يعني هم منتخب قوي ومتكامل. الفكره بقى في ان المدرب دوت الوطني اللي بشبهه شويه ممكن خليفه الكابتن حسن شحاته في افريقيا، الراجل ده ما كانش في الحسابات خالص. ومنتخب الجزائر من 2014 من بعد مباراه المانيا الشهيره، وكان في انحدار سلبي جدا في مستوى المنتخب الجزائري، وكان اداؤه سيء جدا، وجربوا مدربين كتير ما بين اجانب وما بين يعني وطنيين زي رابح ماجر طبعا. وبعدين لما استعانوا بالمدرب المحترم بالماضي الراجل رابح ماجر، طبعا الراجل كان بيلف اوروبا نادي نادي وشارع شارع عشان يكون منتخب، واختار 30 لعيب في الاول، وبعد كده فضل يصفيهم لحد ما بقوا 23 لعيب. الراجل عارف امكانياته ايه، اختار لعيبه بعنايه فائقه، عمل فتره اعداد جيده جدا، راح دوله مشابهه في اجواءها لمصر شويه قبل البطوله على طول اسبوعين، عامل مباراه وديه كويسه، عنده في كل مكان اثنين او ثلاث لعيبه، مش هتحس بغياب حد لو حد غاب. مش فرقه النجم الواحد، فرقه ال 11 ال 23 نجم، فرقه ال 24 نجم باعتبار ان المدرب هو النجم الاول. فبالتالي طبيعي زي ما قلت لحضرتك، لما تاخد دايما اسباب النجاح وتعتمد عليها طبيعي جدا انك توصل للمستوى المبهر والحلو جدا اللي احنا شايفينه المنتخب الجزائر. طيب مصر عشان تنطلق للامام صح، هي الفكره في اختيار مدير فني ولا تكوين منتخب ولا اختيار شخصيات تكون قادره على اداره كره القدم في مصر؟ الفكره في البدايه منظومه، المنظومه يعني في الاساس في البدايه. النادي الاهلي ليه مختلف عن كل الانديه اللي موجوده في اي حته في الدنيا؟ ليه؟ عشان النادي الاهلي منظومه. اي حد بص، الادارات بتمشي وتيجي ادارات تانية، الادارات بتمشي وتيجي ادارات تانية، اللعبه بتمشي وتيجي لعبه تانية، ولكن في سيستم الناس كلها بتيجي تمشي في اللاين، كل واحد بيدخل جوه النظام. فالنادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا منذ ان ولد والى النهايه، تمام. فبالتالي اي حد هيجي هيمشي في الصف، فبالتالي هي المنظومه. فانت البدايه انك تعمل منظومه، انك تعمل مؤسسة، انك تعمل نظام، انك تعمل قانون، وهذا القانون يطبق على الجميع، تمام، سواء في ادارتك للمسابقات المحلية او في ادارتك للمنتخب او في ادارتك لحتى مبنى اتحاد الكورة نفسه. مظبوط. فبالتالي انت لازم تختار رجال وقادة. قائد بقى، كلمة قائد دي يعني تحتها بقى حط 50 مليون خط. قائد اداري محنك. طبعا 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 مفيش شك في الكلام ده. ليه؟ عشان يقدر يختار كوادر محترمه معاه، لان انت في مكان حساس جدا في البلد، انت بتقود منظومه كره القدم اللي الشعب المصري كله ال 100 مليون بيلتف حواليها، بياكل ويشرب كوره، الناس كلها تحاسبك. انت النهارده الدوله حاسبتك، ها، والمسؤولين حاسبوك، والناس كلها تحاسبك في الشارع كل يوم. هي دي مشكلتك، انت مش بتخبي، انت 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 قدرك انك بتقود اهم لعبه شعبيه في العالم. لانك كمان لما بتكسب البطوله الناس كلها بترفعك لعنان السماء. بالظبط كده، عشان كده لازم تتقبل النقد، وحتى لو قوي وحتى لو جارح لازم تتقبله، لان انت خيرك من خير الشعب ده عليك يعني، تمام. فلازم زي ما اقول حضرتك المنظومه الاول والسيستم. وانا حتى كمان شايف انه مهم جدا، مهم جدا ان طريقه الانتخابات اتحاد الكوره تتغير. يعني موضوع الجمعيه العموميه ده مش عارف، احنا صغيرين علمونا نقول الصح، لما كبرنا بقينا نخاف من الصح فعلمونا نقول اللي يمشي. لكن انا هقول الصح، الصح انه الجمعيه العموميه ما ينفعش هي اللي تختار اتحاد كوره، ما ينفعش. عين مين اللي يختار؟ الوزاره. ما ينفعش انت كده بتخالف لائحه. مش هتكلم كقانون، مش بتكلم كقانون، مش بتكلم يعني النهارده مثلا هقول لحضرتك على حاجه، النهارده لما يجي قرار سيادي ان الناس دي تقدم سالتها، مش كده هي القصه، تمام؟ مش كده. فهي دي يعني. هي دي انا بقول لحضرتك، هي دي ايه، هو ممنوع تدخل الدوله في شؤون كره القدم، تمام، لكن في حاجات في البلد تخص البلد زي ايه. معلش اسمح لي، اتفضل. انا عايز اتكلم كوره، تمام، ولما عايز اتكلم كوره بتكلم ان الاداره الفتره الجايه عشان تدير الكوره صح في مصر محتاجه شخصيات اداريه رياضيه. مين يختارها؟ الجمعيه العموميه. لا. بس انت الجمعيه العموميه تقننها صح. هو الجمعيه العموميه بتختار صح؟ اقول لك الجمعيه العموميه تقننها صح ازاي. انت عندك الجمعيه العموميه ممكن يكون فيها حاليا دلوقتي 300 400 نادي او مركز شباب، تمام.
صوته زي صوت الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والانديه الكبيره في مصر، اوكي صوته زي التاني، لكن الفكره في ايه؟ وانت بتدير او بتختار مجلس يدير كره القدم في مصر ممكن يقتصر الفكره على 40 او 50 نادي اللي ليهم القيمه التسويقيه والقيمه الاعلانيه والقيمه الفنيه اللي بتدير الكره في مصر. هتختار الممتاز الممتاز بيه مثلا؟ لا ده حصل، الكابتن عصام عبد المنعم عمل ده لما كان ساعتها مؤقت كرئيس لاتحاد الكوره، وقلل عدد الجمعيه العموميه من 150 200 نادي الى 40 نادي، وقال لك الباقي يكون مشارك بس بيشارك في نظام مسابقته هو. تمام؟ ده الحل، لكن فكره التعيين ده مخالف لائحه الفيفا. انا شايف انه احنا لازم نغير النظام ده. طب تيجي نسمع لرأي تاني في موضوع تغيير النظام؟ كويس احنا بعدنا عن الكوره ودخلنا في التفاصيل الاداريه. معايا على التليفون الناقد الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت، الناقد الرياضي بالاهرام العربي بمجله الاهلي. استاذ علاء مساء الخير على حضرتك وبرحب بيك، وبالاستاذ او الكابتن طبعا بالتاكيد اسلام عادل بيرحب بيك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد، واهلا وتحياتي للكابتن اسلام وكل سنه وحضرتك يا فندم. طيب اولا عايز اعرف منك مسؤوليه الاعلام عن المرحله القادمه ومسؤوليه الاعلام عما حدث في الفتره السابقه بالنسبه لكل ما يجرى وما يدار في الكره المصريه. شوف استاذ محمد، انا النهارده فوجئت يعني ان الجماهير الراي العام كله في مصر بيحمل الاعلام مسؤوليه الاخفاق الكبير اللي حصل، ولاول مره بشوف اتهامات مباشره من الشعب او من جماهير الكره للاعلام ان هو ضلع اصيل في هذا الاخفاق، وان واحد من اسباب هذا الاخفاق، واتهمونا اتهموا الاعلام ان هو كان مسؤول او ان هو اخفى الحقائق، وان هو كان بيحاول يجمد صوره المنتخب بشكل كبير جدا، وان هو كان بيدافع عن اتحاد الكره دائما وابدا سواء على الحقوبات. ودي قضيه كانت مهمه جدا النهارده، قضيه كانت محل نقاش كتير جدا في السوشيال ميديا بين كل زملاء الاعلاميين. يعني انا شفت اكثر من زميل اعلامي النهارده كان بيناقش الامر مع الجماهير بهدوء، لكن الجمهور للاسف الشديد اختلط عليه الامر، اختلط عليه، شافنا ان احنا متهمين وما قالش ان احنا دورنا نكشف الحقائق ولا نحاسب المسؤولين. كل الناس بيسالوني طب انتوا كنتوا فين؟ كنتوا عملتوا ايه مع اتحاد الكره عشان ما قلتوش اتحاد الكره ليه طالما هو فاسد؟ لكن هم ما يعرفوش ان دور الصحافه هو كشف الاخطاء وليس محاسبه المسؤولين، ودي نقطه مهمه جدا. مظبوط. وكمان حملونا مسؤوليه ان احنا ما اتكلمناش ساعه الازمات اللي حصلت او التهريج او الفوضى اللي حصلت في معسكر روسيا، لا والاعلام كان له دور كبير جدا في كشف العديد من الازمات اللي حصلت في معسكر روسيا، وان كان تم تعتيم الامر عليها، لكن الناس لا تدرك في نقطه مهمه جدا يا استاذ محمد، ان الاعلام دلوقتي للاسف الناس بتحكم على الاعلام من خلال القنوات الفضائيه او من خلال قناتين فضائيتين تحديدا، يعني لخصوا الاعلام كله في صوت قناه شخص او اثنين في شخص او اثنين في شخص او اثنين. فلكن انا عايز اقول لهم بس، ونظرا كنت ناقشت النهارده يمكن اكثر مره في حياتي اتناقش مع جمهور في حضور الاعلام او اهميه الاعلام او وظيفه الاعلام او حدود الاعلام ايه، هم اختصروا الاعلام كله في قناه واحده وفي اشخاص معينين، لكن انا قلت لهم ان يعني اعترفت لهم النهارده ان اتحاد الكوره نجح بالفعل في بعد ازمه روسيا ان هو يعمل كتيبه اعلاميه خاصه بيه، ان هو يعمل لوبي اعلامي قوي جدا خاص بيه، فابتدى اللي هو ده كان بيصدر هو اللوبي ده او المجموعه دي كانت بتصدر المشهد الاعلامي، فبالتالي كلنا اتحاسبنا على هذا المشهد. دور الاعلام طبعا استاذ محمد، حضرتك انت طبعا اعلامي وقديم ما شاء الله عليك، وعارف احنا دورنا ايه بالظبط. احنا دورنا كشف الحقائق بس، واذا كنا البعض بيلتزم الصمت في اوقات معينه بيكون ده لدعم مسيره المنتخب مش اكتر، وليس خوفا وليس تملقا في احد يعني. فلما بيجي يتكلم على الاخطاء دلوقتي الناس كلها بيقول انتوا كنتوا فين من الاول، لا احنا الناس لازم تفهم ان احنا دورنا الدعم والمسانده حتى وقت الاخفاق، يعني اذا كان في نجاح فاحنا بنكون شركاء في النجاح، لكن لا نتحمل الاخفاق. يعني انا مندهش من موقف الجماهير اللي بتحمل الاعلام ده، بالعكس يمكن ده احنا بقينا متهم الاول دلوقتي، يعني يمكن لاول مره بتشوف الاعلام بيتحط اللي هو المتهم الاول بعد كده اتحاد الكوره، ودي النقطة اللي أنا كنت بحب جدا أتكلم فيها، الخلط الكبير الخاص عن الرأي العام. لكن يا أستاذ علاء برضه عايز أأكد على نقطة مهمة، وبغض النظر لأن اتحاد الكورة مش كل مسؤوليات المنتخب، بالعكس إحنا على مدار آخر شهرين ثلاثة كشفنا سلبيات كتير، وقلنا يا جماعة ركزوا أكتر في اللوائح، وركزوا في مواعيد القيد، وركزوا في نهاية المسابقة، وركزوا في شكل المسابقة. دي كانت محمد، دي كانت بصفة شخصية. بالظبط، يعني قعدنا نكشف سلبيات كتير، يا جماعه داخلين على بطوله افريقيا عايزين الناس كلها تركز مع المنتخب، انهوا المشاكل المحليه، يا جماعه ركزوا شوفوا مشاكل الكره المصريه، ما فيش حد كان بيفكر في ده، وكل السلبيات دي قلناها، ومع ذلك برضو لغايه اللحظه دي ما فيش حل ليها،
والفترة الجاية أعتقد إن احنا رايحين للأسف في طريق متعلق باللائحة وبالموسم القادم في شكل مش كويس، وده اللي احنا السلبيات اللي ركزنا عليها. ولما حتى المنتخب كان بيستعد قلنا يا جماعة الجهاز الفني بغض النظر عن بعض الأسماء اللي موجودة في اختيارات غلط، في ترتيب غلط، في مباريات ودية بتتحضر لها غلط، قلنا كل ده، بس في النهاية في منتخب بيلعب وفي اتحاد مسؤول، وفي الآخر النتائج هي اللي هتحكم إذا كنا صح ولا غلط. ده دور الإعلام إن هو يحدد المشاكل اللي موجودة ويصارح الرأي العام بيها، لكن المسؤول اللي موجود على الكرسي هو صاحب القرار، وفي النهاية هو بيتحمل نتائج قراره أو بيتحمل مسؤوليات قراره. بالتأكيد أستاذ محمد فعلا أصبت نقطة مهمة جدا، لكن اتحاد الكرة ده كان محظوظ جدا 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 إن هو في التوقيت بتاعه إن منتخب مصر كان بيشارك في كأس عالم، تصفيات كأس عالم، بعد كده من حسن حظه الشديد إن احنا استضفنا بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو كان محظوظ جدا جدا في هذا الأمر، فبالتالي كان المنتخب الوطني كانت هي حائط الصد للاتحاد. احنا شفنا كان ممنوع الاقتراب أو التصوير من اتحاد الكرة في الفترة ما بين التأهل لكأس العالم من أكتوبر 2017 لحد يونيو 2018، كان اتحاد الكرة محصن ضد النقد، وكان اي حد بيواجه اتحاد الكرة كان بيتهم ان هو خائن وعميل لانه بيمشي في الاتحاد، وواحد على وشك الاستعداد او المشاركه في كاس العالم. جينا بعد ما خلصنا من كاس العالم لسه يبقى بنبتدي نواجه الاخطاء دي، جت مصر نظمت كاس الامم الافريقيه فقال لك يعني ما حدش يتكلم، احنا مقبلين على صف البطوله ولازم التوحد. انا بقول عشان كده اتحاد الكوره كان محظوظ جدا 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 في الجزئيتين دول، جزئيه انها تاهل لكاس العالم وجزئيه استضافه بطوله كاس الامم الافريقيه. طيب. اتحاد الكوره لقي درع او لقي حائط صد قوي جدا ليه يداري من وراه كل سوءاته وكل عيوبه وكل اخطائه الاداريه الفاتحه، وللاسف الشديد زي ما قلت لحضرتك كان عنده اعلام قوي جدا 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 كان بيقدر يعمل حائط صد او يعمل حائط عازل بينه وبين الاعلام الحقيقي او بينه وبين الجماهير. طيب اخر حاجه يا استاذ علاء، والسؤال بقى اللي بيطرح نفسه للفتره الجايه ولسه الكل شغال في دايره مين اللي هيدير الاتحاد ومين هيجي مدير فني منتخب، وفي حاجات اهم من ده 100,000 مره. الفتره الجايه مش عايز اقول فراغ، بس الفتره الجايه مين المسؤول عن إصدار لائحة شؤون اللاعبين للموسم القادم؟ مين المسؤول عن إصدار لائحة المسابقات للموسم القادم؟ مين اللي هيحضر الحكام للموسم القادم؟ الفكرة مش اختيار مدير فني. مين اللي هيحل أزمة القيد الإفريقي خلاص خلال الشهر الجاي؟ مين المسؤول على إن الاتحاد الإفريقي ما اخترقش لغاية دلوقتي بخطاب رسمي إن القيد مستمر لغاية 5/8 زي ما قيل من حوالي أسبوعين ثلاثة، والقيد آخره 30/7 وما فيش استثناء زي ما أعلنا وأكدنا ده آخر أكتر من شهرين ثلاثة بنقول الكلام ده؟ مين هيحل كل المشاكل دي؟ هل المدير التنفيذي للاتحاد اللي هيحلها ولا مين اللي هيحلها؟ شوف، هو على الورق وقدام الرأي العام هيكون المدير التنفيذي، لكن أنا أؤكدك إن المدير التنفيذي ما هيكون مجرد ديكور فقط. أنا عارف إن في مسؤولين في مصر هنا مش الكل متخزين، مش الكل يهربوا هينطوا المركب، لا، احنا بالفعل عندنا قيادات كويسه جدا، عندنا ناس بتفكر، عندنا في الاتحاد الافريقي ناس ممكن تشتغل لصالح المنتخب لصالح الكره المصريه بجد، ودي انا كنت النهارده فيها مع مسؤول كبير جدا 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 جدا، النهارده كنت معاه اكثر من حوالي ساعه ونص واتكلمت معاه في النقط دي كلها اللي انت اثرتها، وقال لي ما تقلقوش احنا خايفين على الكره المصريه اكثر من المسؤولين عنها ما هم خايفين، احنا اللي كنا بنبادر باحتواء الازمات اللي في صدر الكره المصريه وكنا بنفصل مفعول قنابل كثيره جدا، وكنا في الاخر خالص بنخلي المهندس هنا وليد هو اللي يعلنها الراي العام على اساس ان هو اللي عاملها، لكن انا بقول لك استاذ محمد ما تقلقش الامور دي هيتم حسمها، الاتحاد الافريقي معانا من خلال رجال بيحبوا مصر بجد جوه الاتحاد الافريقي وبيعملوا على صالح الكره المصريه بجد. المدير التنفيذي هيكون مجرد ديكور، لكن انا واثق ان كل المشاكل دي هتتحل. القيد هيتم فتره السماح للكره المصريه هيتم اعتماد فتره السماح زي ما هي دون خلل، مفيش اي مشكله خالص في موضوع القيد الافريقي. اتمنى ان شاء الله باذن الله يا استاذ محمد تقلق شيء. اتمنى احنا القصه دي بنتكلم فيها يا استاذ علاء مع بعض من شهر ابريل، فاكر من شهر ابريل طبعا نقول يا جماعه في مشكله جايه، يا جماعه خدوا بالكم في مشكله جايه، ومحدش كان واخد باله، وكل محدش كان واخد باله خالص. بس انا ساعتها انا كنت عارف ان الاتحاد، انا ساعتها حتى انت كنت منفعل جدا في الحاله وانا قلت لك ما تقلقش، لان كنت عارف ان في ناس بجد، يعني سيبك من المسؤولين عن اتحاد الكوره اللي هم ما كانوش همهم مصلحه اتحاد الكوره خالص، لكن انا كنت بكلمك وكنت بطمنك وقتها، لان عارف ان في ناس في داخل الاتحاد الافريقي ومش شرط يكونوا مصريين حريصين جدا على صالح الكوره المصريه. استاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير بالاهرام وبمجله الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب ولاسره الاعلام الرياضي خلال الفتره القادمه. كابتن اسلام تعليقك. موضوعات كبيره وتقيله بس هي ده صلب الموضوع.
انا عارف انه المفروض ان الفتره الجايه هيبقى العميد سرور سليم هو اللي هيدير، هو طبقا للائحة بيصير شؤون الاتحاد بالظبط. اعتقد في أمور فنية في مده 3 شهور هو اللي هيسير في امور الاتحاد بالزبط. وبعد كده اعتقد ان في مجلس هيبقى معين لمده سنه يمكن، ما ينفعش معين، امال هيختار هو بيدعو معين. حسب اللائحة بيدعو لانتخاب مجلس، بيدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس اداره جديد. هيقعد قد ايه بس مجلس؟ كمان في نقطه، هو مش هيدعوهم لاربع سنين، الانتخابات سنه، لان كمان الدوره الاولمبيه في بكين الصيف الجاي بالزبط. فكل اربع كل دوره اولمبيه بيتم انتخابات جديده. المفروض ان يعني ان الفتره الجايه يبقى في بيان بقى من القائم بالاعمال دلوقتي مثلا في اتحاد الكوره، عشان الناس تبقى عارفه راسها من رجليها، ونبقى عارفين الامور هتبقى ماشيه ازاي الفتره اللي جايه، لان في موضوعات كتير جدا مهمه، انتظام المسابقات وكل حاجات القضايا اللي حضرتك اشرت ليها دلوقتي، المفروض ان يبقى في بيان واضح. اعتقد في خلال 2 3 الامور هتتضح، يعني هنعرف الامور هتمشي ازاي في الفتره اللي جايه، لان في حاجات كتير جدا مهمه تخص القيد وتخص بدايه البطولات ونهايه البطولات. وعندنا طبعا يعني زي النادي الاهلي مثلا عنده بطوله افريقيا، فالقيد برضو بتاعه يعني هيبقى مهم، مواعيد القيد بالنسبه له هتبقى مهمه. فاعتقد يعني في خلال 2 3 اللي جايين دول حاجات كتير هتتضح في الموضوع ده. الفكره بالنسبه لي، ما هو اللائحه بتقول المدير التنفيذي هيسير شؤون الاتحاد بس اللائحه ما قالتش ان هو هيعمل الامور الفنيه والامور الاداريه متعلقه بالموسم الجديد، ده مش دوره. ده مش دوره. مين اللي هيطلع لائحه شؤون اللاعبين؟ ما هو حتى لو تلاحظ يا كابتن اسلام، انا اسف المقاطعه، لو تلاحظ الاتحاد هو شغال تركيزه في المنتخب، رغم ان هم المفروض في جهاز فني وفي مشرف على المنتخب وفي اداره فنيه في الاتحاد. طب انتوا بقى جوه الاتحاد فين لجنه شؤون اللاعبين؟ فين لجنه المسابقات؟ فين لجنه الحكام؟ لجنه شؤون اللاعبين انا عندي مشكله، يعني عندي حاجه مهمه بالنسبه لي في اتحاد الكوره في لجنه شؤون اللاعبين. بقى كام سنه؟ 14 شهر. طب ده لسه بدري. 14 شهر. كلمهم بقى قبل البطوله بشهر. احنا داخلين على البطوله فمش شغالين. طب ما دي لجنه مستقله يعني. لا 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 ملهاش علاقه. هو حضرتك ما رحتش اتحاد الكوره؟ اتحاد الكوره كده. اتحاد الكوره كده، يعني انت زي ما بيقولوا انت على باقه البطوله افريقيا، تمام؟ وبعد بطوله افريقيا احنا لسه في بطوله افريقيا، لسه ما رجعناش من بطوله افريقيا، وبعديها الواحد يعني زي ما قلت لحضرتك في البدايه، الواحد من كتر حبه وغيرته على البلد دي، انا واحد من الناس اللي كنت بنتقد تصرفات كتير جدا لمسؤولين كتير جدا في البلد طول الوقت، لدرجه ان بعض الناس ممكن يشككوا في وطنيتك مثلا. بل بالعكس، انت اكتر واحد وطني، اللي يحب البلد دي ما يطبلش، اللي يحب البلد دي يشتغل. احنا بننتقد اتحاد الكره عشان عايزين مصلحه الكره وعايزين مصلحه اللي بيحب البلد دي. الحاجات الايجابيه طبيعي ان هي تبقى موجوده، لكن الحاجات السلبيه لازم طول الوقت تبقى مركز عليها وباصص عليها علشان خاطر تتغير. فانا كنت طول الوقت بنتقد تصرفات المسؤولين في مصر. يوم تصفيات، يوم افتتاح بطوله افريقيا، انا نمت بالليل نايم سايب مصر دوله من دول العالم الثالث. صحيت الصبح شفت التنظيم، لقيت ان احنا ابهرنا العالم بهذا التنظيم، وهو ده اللي ليه. ساعتها قلت اخيرا، بعد ما كنت بنتقد الناس طوال فترات كبيره جدا الفترات اللي فاتت كلها، النهارده من المرات القليله جدا اللي بشيد، لان في نجاح يستاهل الاشاده. طب انتوا لما النجاح ده نقدر نعمله كنتوا فين قبل كده؟ ما شغلتوش ليه؟ يعني انتوا ليه بخلاني علينا؟ يعني انت ليه بخلانا على البلد؟ فبالتالي اسعى اسعى ده في كل المنظومه من المنظومات في الرياضه او في مصر بشكل عام. يعني طالما ان احنا عندنا الامكانيات، فاضل المجهود، طالما ان احنا عندنا السيستم، ليه لا يا جماعه؟ ليه ما الملاعب اللي جهزت دي كلها ليه ما تبقاش موجوده من قبل كده؟ النهارده استاد القاهره او مصر ابتدى يبص لها بشكل مختلف. النهارده بعد التنظيم الرائع، بعد الملاعب اللي طالعه بشكل كويس، بعد الحضور الجماهيري المعقول اللي ماشي بشكل كويس، النهارده الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي ابتدى يبص لك بصه مختلفه، وابتدى يفكر انه ممكن يعمل نهائي قاري عندك مثلا، نهائي تشامبيونز ليج يبقى مثلا في القاهره، ليه لا؟ فبالتالي احنا عندنا، احنا ليه نبخل؟ يعني ليه نبخل ان احنا نطلع كل حاجه عندنا، وطالما الامكانيات موجوده ان احنا نرتقي باسم البلد دي؟ ده اللي بيزعل. طيب يعني طيب نرجع للامور الفنيه تاني، وانت لعيب كوره واكيد عارف في التفاصيل الفنيه دي، هل كنت تشعر ان في مجاملات في اختيارات التشكيل او في اختيارات اللعيبه في القائمه بشكل عام، ولا كنت شايف الاختيارات مبنيه على اي اساس؟ في البدايه طبعا احنا بنفهم في الكوره شعب زواج جدا، تمام؟ فبالتالي في بعض اللعيبه اللي فرضوا نفسهم على الدوري بشكل كبير جدا. يعني انا واحد من الناس لعيب اهلاوي جدا ولعبت في النادي الاهلي طول عمري اهلاوي، لكن عبد الله جمعه مثلا فرض نفسه بكون يبقى موجود، كهربا فرض نفسه بكون يبقى موجود، على الجانب الاخر في طبعا محمد هاني من النادي الاهلي، وفي رمضان صبحي، ما فيش شك الناس دي كانت لازم تبقى موجوده. يعني وجودهم كان، يعني النهارده مثلا عمر جابر موجود في المنتخب وهو ما شاركش بالصوره الكامله، او ما كانش مؤثر جدا مع بيراميدز مثلا. النهارده لو انت احتجته في 3 ماتشات ما احتجتوش. النهارده في مركز الديفندر عندك علي غزال وعندك طارق حامد، تمام، وعندك دونجا، التلاتة بيلعبوا نفس اللعيب، تمام، نفس المركز، نفس المركز، تمام. اللعيب بقى اللي هو نص ملعب التاني اللي هو بوكس تو بوكس، اللي هو النني، اللي هو حلقة الوسط ما بين المدافعين والمهاجمين اللي بيروح يجي، مفيش غير النني بس، مفيش غير واحد بس النني. طب ازاي انا المكان ده
في لاعبين، اللاعب رقم 6 اللي هو واقف، واللاعب البوكس تو بوكس اللي بيروح ويجي. ينفع اللاعب رقم 6 اللي هو الواقف ده اجيب ثلاث لعيبه شبه بعض، واللاعب المركز الاهم اللي بيروح ويجي ما يبقاش عندي ولا لعيب؟ ما انت مالكش حل غير النني، مالكش حل. انت بقى ممكن تستعين بعبد الله سعيد لو غيرت الطريقه، ممكن تستعين بورده، لكن ده مش مكانهم. فبالتالي ده خطا فني فادح انك تجيب ثلاث لعيبه بنفس المواصفات يعني في مركز واحد ومش هتحتاجهم يعني. يعني غزال، علي غزال انت ما احتجتوش خالص، تمام. بلد ال 100 مليون ما عندهاش مهاجم، وده يرجع بقى لايه؟ ده يرجع لايه؟ النهارده مين فرود النادي الاهلي الاساسي واللي بيلعب بقى له فترات طويله جدا ورقم واحد يعني؟ وليد ازارو. مين فرود نادي الزمالك اللي بيلعب بشكل اساسي ورقم واحد؟ خالد ابو طيب. جنسيه ده ايه وجنسيه ده ايه؟ غير مصريين. غير مصريين. فبالتالي انت زودت عدد الافارقه، ده خطا من اتحاد الكوره، زودت عدد الافارقه بقى. تخطيط للكوره نفسها، انت فتحت الاجانب فاصابت. فاكر لما خدنا قرار ان احنا ما يبقاش في حراس مرمى اجانب في الدوري؟ ده كان قرار محترم. عدد الاجانب يقل في الدوري علشان خاطر احنا يهمنا مصلحه المنتخب. مش ما ينفعش باربعه او ثلاثه افارقه بعد كده بقوا اربعه، بعد كده واحد تونسي يحسبه مصري والجزائر يحسبه مصري واليونان يحسبه مصري. في راي فني يرد على ده، بمعنى ايه؟ انت ممكن تخلي الدوري كله محترفين يبقى 11 لاعب اجنبي، بس في نفس الوقت وانت في قطاعات الناشئين وانت في منتخب الشباب والناشئين طلع بره، هيجي لك 2 و3 و4 فراوده. ما هو ده ما بيحصلش في مصر. انا بكلمك على انا بكلمك على الواقع اللي احنا عايشين فيه. هو النهارده انت عندك يعني، مع احترامي طبعا لكل اللعيبه، وانا بس بقول رايي بناء على الاحداث الفتره اللي فاتت. لعيبه كلها محترمه ولعيبه كلها جيده جدا ولعيبه لهم اسمائهم وشغالين شغل كويس، ولكن في النهايه النتيجه انت دلوقتي بتفكر حسب ظروفك. يعني انت ظروفك بتقول لي دلوقتي ان انا ما عنديش مهاجم. يعني مثلا تعالى في 2006 حسام حسن، عماد متعب، ميدو، عمرو زكي، محمد زيدان، عبد الحليم علي، كل دول مهاجمين مش عارف تلعب مين ولا مين. النهارده البطوله دي، البطوله اللي فاتت، انت كاس العالم انت رايح بمروان محسن بس، عشان ما عندكش منتخبات ناشئين وشباب طلعت فوق. والله هو المفروض ان في ست سنين، المفروض ان في يعني، هو المفروض ان الحاجات دي كانت موجوده، المفروض ان في موهبه انا سمعت عنها مش عارف ليه هي ما لهاش دور. لكن الموضوع ده برضو مهم. الموضوع المهم انك تزود عدد الاجانب في مصر، انت بتقتل، لان احنا ما عندناش الاحتراف. هو ابتدى يبقى موجود دلوقتي احسن من الاول، لكن مش احنا مثلا مش الدوري الانجليزي يعني حضرتك فاهم قصدي. فبالتالي انا كنت شايف ان الموضوع ده لازم يقل شويه. موضوع الافارقه ده انا لعيب كوره وحاسس بيه، لازم يبقى مقنن شويه عن كده، لان هو لو احنا حبينا نعتمد على الدوري المحلي خلاص نقفلها على الدوري المحلي وما نجيبش محترفين. ما احنا خدنا البطولات الافريقيه كلها مع كابتن حسن شحاته المحلي، كنا منتخب المحلي. ما هي السياسات في النهايه اللي بيحطها الاتحاد المصري لكره القدم، تمام؟ لو هو شايف ان الدوري المحلي هو اللي هيكسبه البطولات الافريقيه ويوديه كاس عالم، خلاص اقفل قصه المحترفين الاجانب. لكن في نفس الوقت الانديه بتلعب في بطولات افريقيه ليها مصلحه، فعايزه تلعب بالشكل ده. ماشي، هو حد اشتكى؟ هو معلش، هو النادي الاهلي مثلا طول عمره النادي الاهلي كل يومين بيلعب مباراه مهمه، النادي الاهلي عمره اشتكى؟ عايز اوزن المساله، لان في نفس الوقت المنتخب هو النهارده مين اللي زود عدد الاجانب في مصر؟ الاتحاد. بناء على رغبه مين؟ ممكن بعض الانديه، نادي هو نادي، هم دول اللي كانوا عايزين يزودوا عدد الاجانب عشان عندهم اجانب كتير. النادي الاهلي كان بيشارك اكتر من الناديين دول وما طلبش ان هو يزود عدد الاجانب، ولا طلب زياده ولا نقصان ولا طلب اي حاجه. النادي الاهلي طول عمره ملتزم بشكل المسابقه وشكل البطوله وماشي كده. نادي او ناديين صوتهم عالي، وده بقى اللي كنت بكلم حضرتك فيه، ان اتحاد الكوره يعني بخصوص سؤال حضرتك في ان ازاي ندير اتحاد الكوره، لازم يبقى شخصيات قادره ان هي تضع قانون وقادره ان هي تطبق هذا القانون على الجميع دون استثناء. هو ده المهم بالظبط. فبالتالي طول ما انت النهارده في حد صوته عالي عليك، وانت بلد بقالك 100 سنه عندك كوره، النادي الاهلي احتفل بالمئويه، ونادي الزمالك احتفل بالمئويه، والانديه كلها احتفلت بالمئويه، ولحد النهارده انت ما عندكش قانون في اتحاد الكوره الناس كلها تمشي عليه، كل شويه يتغير وكل مجلس يجي يغير مجلس تاني، دي مشكله كبيره جدا. طيب ايه المتوقع الفتره الجايه؟ يعني هل شايف المساله هتتوقف على ان مدير تنفيذي يدعو لجمعيه عموميه، وممكن يدعوها خلال شهر مش شرط 3 شهور، لان السنه الماليه المفروض خلاص انتهت، فانت ممكن تدعو الجمعيه العموميه خلال شهر لانتخاب مجلس جديد، تفتح الترشيح خلال اسبوع، تدعو المجلس تدعو للجمعيه العموميه لانتخاب مجلس جديد خلال شهر، وهيقعد لمده سنه قبل دوره بكين صيف 2020. لكن هو ده الحل؟ ولا في حلول تانية ممكن تتخذ بشكل اخر لترتيب البيت من الداخل؟ لا، هو ده الحل، هو ده الحل المتاح دلوقتي، يعني هو ده الحل المتاح دلوقتي. ولكن الناس دي طبعا اللي جايه تشتغل، انا بتمنى من الجمعيه العموميه ان هم يختاروا بشكل منطقي بشكل عقلاني، نغير بقى الاستراتيجيه شويه، نجيب ناس
تشتغل فعلا مع بعض، نجيب ناس طموحه. النهارده لما الناس اختارت محمد فضل كمنظم لبطوله افريقيا، الناس كلها قالت ده ما عندوش خبرات، ده جديد، ده 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 مش لما اشتغل الراجل عشان السوشيال ميديا دلوقتي والدراسات والاطلاعات اللي الناس بتاخدها دلوقتي وتحصل عليها بتقرب، يعني بتقربك من اوروبا، بتقربك من دول العالم الاول، فبالتالي بقى سهل تنقل اللي موجود بره هنا، وده ما يعملوش غير واحد شاب. فانا شايف ان الفتره الجايه لازم الشباب وجوه جديده، لازم ملهاش حل، لازم تديهم فرصه، يعني وجوه جديده. يعني انا يعني الناس في اتحاد الكوره من يوم ما انا اتولدت، يعني ما هم بيروحوا يجوا. وبعدين معلش يعني انا اسف، انت النهارده شغال في اتحاد الكوره وشغال في التلفزيون وشغال في الراديو وشغال في هنا وشغال، طب انت النهارده لما تعمل مثلا برنامج تلفزيوني هتنتقد اتحاد الكوره؟ انت هتضحك عليا يعني لما تطلع تقول انا بنتقد اتحاد الكوره؟ ده منطق يعني يا جماعه؟ ده منطق؟ وانت اصلا عضو في اتحاد الكوره يعني ده منطق يا جماعه؟ وكلهم ناس افاضل وكلهم ناس محترمين وكلهم ناس قامات ما اختلفناش، ولكن خلينا بقى نحل بجد، يعني خلينا نحل بجد، يعني تمثيليه، يعني ينفع انا الصبح في اتحاد الكوره وبعد الظهر في الجورنال وطبعا قبل اتحاد الكوره في الراديو وبعد شويه في طب يعني انت الحاكم والمحكوم وانت القاضي وانت المشكله انت كل حاجه، طب ازاي يعني مثلا لو حضرتك مثلا مسؤول في اتحاد الكوره وعندك برنامج، المفروض البرنامج ده حضرتك وظيفه البرنامج ايه؟ انت بتوصل اراء الجمهور للمسؤولين وحضرتك حلقه الوصل ما بين الجمهور والمسؤولين. طيب الشق الثاني ان حضرتك بتحاسب المسؤولين، تمام، او تنتقد او بتقول رايك، تمام. طب هتحاسب نفسك ازاي؟ عجلب نفسي على الهواء وحاسب ازاي؟ طيب يعني اقنعني احاسب نفسي ازاي؟ فيعني يا جماعه الحاجات دي احنا لما انحرفنا عن المعيار السلوكي الجيد اللي هو احنا اتعلمنا طول عمرنا ان 1+1=2، احنا اتعلمنا كده، لكن دلوقتي بقى الكل بثلاث مكاييل فما بقتش عارف اي حاجه ممكن تحصل. طيب الحل الفتره الجايه في فكره مدرب وطني ولا اجنبي ولا الموضوع اكبر من كده؟ لا موضوع زي ما اتفقنا في الاول منظومه في الاساس، تمام. لكن لو هنتكلم في فنيات فانت لازم يبقى عندك مدرب وطني قوي جدا قوي جدا. الجزائر حاجه تفرح طبعا، يعني احنا كان عندنا مشكله المنتخب، احنا نجحنا لمستوى التنظيم والاداره، طيب الناحيه بقى الفنيه بتاعه المنتخب احنا عندنا مشاكل اداريه وعندنا مشاكل فنيه كبيره. يعني مثلا محمد صلاح واحد من نجوم العالم اللي وضع نفسه بنفسه، وانا طول الوقت بقول ان محمد صلاح ما حدش ساعده في مصر، بالعكس ده هو ربنا سبحانه وتعالى اختاره ومجهوده، لكن ولا منتخب طلعه ولا نادي مثلا كبير طلعه، ده الراجل طلع ستيب باي ستيب من بازل وتدرج لحد ما وصل للمكانه اللي هو فيها بالظبط. فهو ما حدش ليه فضل عليه، هو ربنا سبحانه وتعالى ليه فضل على محمد صلاح وبعدين محمد صلاح، تمام. ولكن محمد صلاح مش احسن موهبه إفريقية ولا عربية ولا حتى مصرية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اختار محمد صلاح أنه يميزه. فعشان كده كنت دايما بقول لصلاح احفظ الله يحفظك، لأن ربنا سبحانه وتعالى اختارك حطك في مكانة كبيرة جدا. ساديو ماني كان بيكسر الدنيا وكرة تنزل قدام صلاح يجيب جول بمنتهى السهولة، لا أسف تقليلا من صلاح، ولكن محمد صلاح أنا كنت أكتر واحد بقف جنبه، كنت أكتر واحد فخور باللي هو بيعمله. لكن النهارده شوف كريستيانو رونالدو وميسي، بالذات كريستيانو رونالدو انتمائه لبلده وغيرته لما كنا بنلعبوا مباراه وديه وكسبانين، مصر كسبانه البرتغال ومباراه وديه يعني ملهاش لازمه عشان اسمه، جاب جولين في الدقيقه 90 والدقيقه 92 وكان بياخد الكوره ويجري من غيرته على بلده، تمام. ليه؟ لانه عارف لما بيحصل خساره او بيحصل مشاكل الاسهم الانتقادات كلها بتوجه ليه هو بالظبط. محمد صلاح ان هو كنجم الانتقاد هيتوجه ليه هو. محمد صلاح مش ما بيدافعش عن المنتخب الوطني ومش وحش مع المنتخب الوطني، ولكن في حاجات بقى اللي هي بره الملعب، تاخر انضمامه مثلا بالاتفاق مع الجهاز الفني دي، يعني ساديو ماني هو نفس ظروف صلاح وكان موجود من بدري، تمام. محمد صلاح اتاخر في ان هو يجي، تمام. من ضمن الحاجات الاداريه مشكله ورده مش عايز اخوض فيها يعني، لكن هي حاجه اداريه من غير المدير الفني ما يبقى ليه راي فني، اخذوا قرار اداري ان هو ما يبقاش موجود واخذوا قرار اداري ثاني ان هو يبقى موجود. الحاجه الثالثه المفاجأة بالنسبة لي انه صلاح ما كانش موجود في المنتخب وما نزلش التمرين، يقول لك عنده برد هو في الغردقة مع راموس، يعني بس المعلومة دي مش مؤكدة يا كابتن. سمعت انا ما بقول لحضرتك طبعا، انا قبل يعني قلت لحضرتك سمعت الموضوع ده، انا بقول لحضرتك ان انا سمعت الكلام دوت، يعني انا سمعت الكلام دوت، تمام. فهو هو دي الحاجات الإدارية اللي الحاجات تزعل، يعني الحاجات الفنية بقى زي ما شرحت لحضرتك انت اخترت اختيارات غلط، تمام. بس وانس ان سيادتك اخترت وانت اللي هتتحاسب، اول ما البطوله بدات احنا عملنا ايه كلنا؟ نسينا بقى كهربا ونسينا رمضان صبحي ونسينا هاني ونسينا كل الناس دي، نسينا اللائحه والقيد والموسم ومشينا وراك خلاص ركزنا وراك، تمام. فبالتالي ليه بقى؟ عشان انت اللي هتحاسب، فبالتالي ما حدش بيكره نفسه، هيعمل احسن حاجه بالنسبه لنفسه، انت عملت احسن حاجه بالنسبه لنفسك، النهارده يوم وقت الحساب بس، فبالتالي احنا بنحاسبك الحساب ده اللي هو اللي يليق بيك، لان انت خدت كل الصلاحيات. منتخب انا اسف يعني مش انا اللي قلت، لكن منتخب مصر صنف كمنتخب فردي ثاني، هو ده ينفع؟ طيب كلمة أخيرة، منتخب خرج من البطولة لكن مصر مكملة البطولة، طبعا
لسه الادوار مستمره. النهارده دور ال 16 مباراه الجزائر متقدمه، الجزائر متقدمه على غانيا 3-0. بكره لسه في مباراتين، تونس هتلاعب غانا، مالي هتلاعب كوت ديفوار. لسه الدور الثمانيه نصف النهائي النهائي، وعايزين نعمل كرنفال البطوله. في النهايه المنتخب خرج لكن مصر مكمله. ايه الرساله اللي ممكن توجهها كابتن اسلام لجموع الشعب المصري او للمنظومه بشكل عام؟ لان يهمنا في النهايه لو خسرت درجه معينه ما تخسرش كل حاجه. بالظبط، هو دايما انا دايما بقول وقت الخساره حاول على قد ما تقدر تبقى الخسائر قليله. احنا زعلانين جدا من المنتخب المصري، زعلانين جدا من الناحيه الاداريه كمان، لان احنا ما كناش بسهوله بنلاقي التيكت علشان نروح المباريات. فهتلاقي الشعب زعلان، يعني كان صعب جدا انك تروح بطوله ماتش لمصر، فبالتالي الناس هينتقموا منهم مش هيروحوا البطولات. لكن انا اتمنى، عايزك تقول رساله ايجابيه للمنتخب. انا اتمنى من الجمهور المصري الواعي المحترم، الناس الاصيله، ان احنا دلوقتي اسم مصر قدام العالم، سمعه مصر قدام العالم، عايزين نشرف مصر زي ما بدانا نهيها. ودايما الرجل المصري بيظهر وقت صعب، وده وقت صعب، ده الاهم بقى الفتره دي، وده وقت صعب جدا. زي ما بدانا نكمل ان شاء الله، والخاتمه هي مهمه جدا، ان احنا نختم بشكل كويس جدا، والمباراه النهائيه ايا كان من الطرفين لازم في حضور جماهيري مكثف، ونحافظ على السلوك بتاعنا، وان شاء الله البطوله تنجح، لان مصر تستاهل مننا كده. كابتن اسلام معادن، انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك يا رب في مشوارك مع كره القدم خلال الفتره القادمه. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا. فقره كانت فنيه، والقينا الضوء فيها على المشاكل الاداريه اللي بتتعرض ليها المنظومه القرويه في مصر خلال مش السنة اللي فاتت ولا آخر 5 سنين ولا آخر 10 سنين. هذه المشاكل بنتعرض لها منذ سنوات، وبتتقرر مع كل إخفاق ومع كل فترة، وبنرجع لنقطة الصفر من تاني. بس مشكلتنا لما بنرجع لنقطة الصفر ما بننطلقش صح. مشكلتنا الفترة الجاية مش في اختيار مدير فني أجنبي ولا مدير فني وطني ولا لعيبة ولا جهاز فني ولا اتحاد كورة، مين هيجي ومين هيمشي، ولا مدير تنفيذي في اتحاد الكورة يقدر يستمر ويدير ولا مش هيقدر يستمر ويدير. الفكرة في الأسماء اللي ممكن تدير الكرة المصرية خلال الفترة القادمة بشكل صحيح. دي المشكلة اللي احنا بنواجهها خلال الفترة الماضية. محتاجين شخصيات رياضية قادرة على إدارة كرة القدم في مصر خلال الفترة القادمة. عندنا مشاكل لائحية ورياضية وإدارية كبيرة جدا على مستوى كرة القدم خلال الفترة القادمة. لا تتخيلوا كم المشاكل اللي ممكن تواجه الأندية المصرية والنادي الأهلي على المستوى الشخصي، على المستوى المحلي، على المستوى الإفريقي. فبالتالي خلال 60 يوم القادمين أو خلال 30 يوم نهاية هذا الشهر، محتاجين خارطة الطريق للمرحلة القادمة لحل كل هذه السلبيات وحل كل هذه المشاكل. عموما ننتظر فيما سيحدث خلال الفترة القادمة، وكل التوفيق يا رب بإذن الله للكرة المصرية وللنادي الأهلي اللي بيستعد في معسكر إعداد في أسبانيا للموسم القادم، ويقدر يحضر للموسم القادم اللي لغاية اللحظة دي مش باين له أي ملامح، لا في قيد ولا عدد لاعبين ولا قايمة ولا موعد انطلاق موسم ولا أي شيء. شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة، ونلتقي على خير بإذن الله خلال حلقات قادمة من برنامج الأهلي الليلة، وإلى اللقاء. We'll be right back.